يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من مر بالميقات وهو لم ينوي العمرة، فلما وصل إلى جدة بعد يومين نوى أن يعتمر فأحرم من جدة، هل عمله صحيح؟ نعم، عمله صحيح، يحرم من حيث نوى، وهو نوى في جدة، ما نوى يوم يأتي بالميقات، ما نوى عمره، إنما نوى وهو في جدة فيحرم من جدة. نعم.